من ساعة ما توك قابلتها أعطتني الدوسي هذا. تفضلكم الكل بارك الله فيك. اطلع اطلع بحذايا هنا. سلم عليهم كلك الجمهور هذاك الكل يتفرج فيه. عايشكم. عايشكم الكل. قولوا ربي ينور الحق. يعيشكم الكل، قولوا ادعيوا لي قولوا يا ربي ينور الحق. أمي. يا رب. نعم. نحن فين تو؟ في الحق وفي النور وفي الخير كله، اللهم صلي على النبي. خمسة وخميس على تونس وعلى ولادها. والحمد لله ونعمة بالله، نتمنى فيه النهار، وإن شاء الله ما نموتش حتى نراه النهار هي اللي أوفر حق. يا رب يا رب يا رب. أمي فارم. نعم. شنو هي القصة؟ عندي بنيتي ضاعت لي بنت لسني، مشيت نزور بيها في سيدي البشي. عندي ولدي، ولد 6 أشهر بيبي صغير. حملته هكا وحطيته تحتي ولفيته وضربت على الطفله ما لقيتها بحذيه، بحذيه هكا هكا العبيد تمشي، مازال ما وصلنيش. مازال نمشي في الثنيه، ثنيه عربي. ضربت عليها بقات محروقه عليها، تنجم تقول تهب على 80. 80 تبارك الله. على 80. وبنتك من في الوقت 57، يعني عرست انت عمرك 16 17 18 14 14 وقتها عرسوا صغار. بكري صغار. يعرسوا صغار ولا تحكم ولا تقول ولا ترى ولا تشوف النبي. اه زرت تعرفوا كان نهارتها هكا هو هي وكيما يعجبهاش المراه في الوقت ذاك وتحل فمها وتقول ما عجبنيش النبي حاضر. مستحيل مستحيل اخطر ريتو النعيم اللي انتوما فيه. كيف النعيم اللي انت فيه يا قلبي يا عيني. خطتنا احنا وراجلك اللي جبت منه بنتك هذا لسه مليح طيب موجود معاك لتوا؟ لا ميت توفى. ميت توفى وخرجت من قدام الدار وهو حي وهربوها علي ولادي وداري تباعت ونقرا في تعليم الكبار ولادي داري وبنتي. دا يا بنت شبك ما نجحتش بك اللي معاك الكل تنقلوا والمعلمين كلهم يشروا وانا داري وبنتي يا الاولاد داري وبنتي داري وبنتي. خرجك من دارك؟ ولادي. عليه؟ يعلم الله. اولادك اولادك بنتي وولدي تعاركوا الكبار وانا قعدت بيناتهم نقول له خيتك ونقول لها اخوك هي خرجته من الجيش وهو فرط لها في دبيشيتها خليته عندها في دار في زرزونه وصارت خلافات يا اخي وانا قعدت في الوسط بيناتهم بين هذا وهذا ويقول لي تحب بنتك والاخر يقول لي تحب ولدك وانا تحبهم الاثنين مشيت ضحيه انا مشيت في بيناتهم جريت 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 في الاخر قال لك انت هيا ما تلزمنيش جمله هذه قصه حياتي وهذه ما نرقدش وما ناكلش وانا بنتي وداري بنتي وداري هيك مش قلتي في الدنيا شنو هي معناتها بنتك وداري؟ يعني بنتي اللي ضاعت لي ودارك اللي ضاعت انت شويت عليها وداري ضاعت لقيت روحي في الشارع يا عبد الرزاق وليد ما حاسس بيا حتى واحد وولادك عندي نصف الدار هاك الكويغت عندك عندي نصف لا تموت وما تراشك النهار طالب حقك خذ ثمن يزيك ليه ناخذ منش يعمل لي في وقتنا تو عطوني متاعي نعمل بيته ونعيش فيها اللي نعيشه وبعد تقعدوا لكم ما حبوش يفهموني ما حبوش يستنوا ما حبوش شاي ما ماكش مسامح لا ما فهمش سميح عايش ولدي ما تلومش عليه وما تتغشش عايش ولدي من وين اجا من صاب تجيب بنزرت وترامك وين تسكن باب الدار هكا والمخده هكا بيت هكا قاعد خلي في الرعد وفي الشتاء هابط عليا بحديده وراس محمد شفيع الأمة والستين حزب والكعبة الشريفة هي بحديد وهابط عليا نبدا نطيب القهوة وتبدر دم هابط عليا نقوم وخليها ونمشي نقرا كعبالي كما نمشي كما نروح ما تحط شيء في المخ كعبالي كعبالي المخ شارد قلت لك كعبالي المخ يخمم في حاجة بنتي وداري بنتي وداري والكارطابلو هنا وكل شيء من عندهم فرحكم الكل وهو مزيدة معلمي الكل كحدهم عليا وين كعبالي نمشي ونجي توريست هذيك الواقع اللي عايشة في طاق يا أمي فاطمة يعيشكم منوركم بنور أمي فاطمة هذيك الكاميرا تنجم تكون دوجة يا موجودة يا رب وتنجم تتفرج فيك يا رب وتنجم دوجة يا رب حية وعندها أولاد إن شاء الله من فمك الباب السنة تقول لباس عليها إن شاء الله وتخرجك من اللي أنت فيه إن شاء الله وتنسيك في كل شيء إن شاء الله وبالحول بلها هيك الكاميرا يا ربي كلمها يا ربي بجاه ربي كلمها بجاه ربي بالنبي واللي يحب ربي والنبي اللي عنده علم بيها ولا يعلم ولا يقول لي وراها وحدك كان موت حلي راني مشوية عليها بنيتي راني مشوية راني مشوية راني مشوية عليها شوية عليها بنيتي
ما باش نسلم ما باش ننسيها بالكل، خاصة في الليل كل يوم كل يوم هيك التلفزة متاعي، ما عنديش تلفزة، لا عندي لميلة ضوء ولا تلفزة، هيك تلفزتي بنتي تهزت لي بنتي، بعد نولي داري داري خرجوني قهروني مقتوني، هذه حياتي وهذه عيشتي، عشت بشيء في هالدنيا وفي هالحياة، قول مصاب قبل ما نموت الراحة، يا ربي يا ربي إن شاء الله ما نموت حتى ربنيتي اللي حروق عليها، وتقول لك أمي غفلت عليا، ما غفلتش عليها. في الجريدة في الراديو وانا نجري يقولوا بكري عزم وتقزو وعلي شعل منا وشم بالهبيل عمل في الاخر سلمت قلت لهم يزي فيه البرد يزي اللي يعمل ربي هيك هو هيك هو وليدي يا ربي يا ربي وينك يا ربي فقدت يا ربي يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وانا وحتى الجرح في بعدك يغسيني وهالليبه انا من لي في هالدنيا سوى كنت طالت الغيبه لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله ام فاطمه لا اله الا الله دمعه وابتسامه رسول ريت عمك عمر هيك أخوي كل مصاب قريب لي حتى في السكنة خاطره هيك اللي كمل عمل لي قلب باش أنا جاي تفرجت فيه بالقديه بالقديه حتى كبرى تفرجت فيه كمريض وبعد شد روحه وجيب ليش عكاز وكما قال نجيب ليش عكاز جيب ليش عكاز وربي كما قال معاه مساكن وبراء تفرج شوية في عمى مرة تفرج شوية عدي لك شيء عدوها كل الحصة لا 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 عدي لك شوية برد شوية برد